أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المصدر أونلاين: أوراق الشجر وسيلة العائلات في حاجة لمواجهة المجاعة. صحيفة العربي الجديد تعنون: يمنيو السعودية إجراءات حكومية طاردة رغم تأييدهم الشرعية. الشرق الأوسط تتساءل: ماذا لو كانت نغمة موسيقية واحدة هي الفارق بين الحياة أو الموت؟ أهلا بكم. أوراق الشجر أصبحت هي وسيلة العائلات في حاجة لمواجهة المجاعة كما يقول موقع المصدر أونلاين، والذي أضاف بأن اليمنيين معزولون وغير مرئيين، فهم يأكلون أوراق الشجر لدرء المجاعة، والعديد من الأسر يتضورون جوعا وما يسده إلا أوراق الشجر المغلي في الحامض. المركز الصحي الرئيسي في منطقة أسلم امتلأ بالعشرات من الأطفال المصابين بالهزال خلال زيارة قامت بها وكالة أسوشيتد بريس مؤخرا. أطفال صغار منتفخو العينين يوضعون في أوعية بلاستيكية توضع على الميزان المستخدم لقياس الأوزان، والممرضات يقمن بوزن كل طفل. يتابع الموقع: بشرتهم الرقيقة المشدودة امتلأت على أطرافهم التي تشبه قلم رصاص، والركبتان البارزتان، وقد قاست الممرضات سواعدهم التي يبلغ قطرها بضعة سنتيمترات، ما يمثل أسوأ مراحل سوء التغذية. يتحدث الموقع عن المأساة بالقول أيضا أن ما لا يقل عن 20 طفلا لقوا حتفهم بفعل المجاعة هذا العام في المديرية بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب، ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير لأن عددا قليلا من الأسر يبلغ أو يبلغ عنها عندما يموت أطفالها في المنزل. حين تغيب أخبار المعتقلين في السجون الحوثية تناضل الأمهات وحدهن لاستعادة حقوق أبنائهن وتحرص على عدم نسيان قضاياهم والاهتمام بهم، فها هي رابطة أمهات المختطفين كما يقول موقع التغيير نت تنظم ندوة حقيقية بمارب تناشد فيها المجتمع الدولي التدخل السريع والعاجل للضغط على ميليشيا الحوثي لإيقاف تعذيب المختطفين والمحاكمات غير القانونية والعمل على إطلاق سراحهم، ما دعت إلى العمل على تمكين الضحايا من حقوقهم الإنسانية كاملة وحماية عائلاتهم وتوفير الحماية للشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. رئيسة الرابطة قالت بأن الرابطة وثقت 112 مختطفا ومخفيا قسرا قضوا تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي في 6 محافظات يمنية، فيما تعرض 960 مختطفا ومخفيا قسرا للتعذيب خلال العامين 2016-2017 موزعين على 9 محافظات يمنية. حماقات القوة المستهترة، تحت هذا العنوان كتب الدكتور ياسين سعيد نعمان مقالا نشره في صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك، قال فيه: لا مستقبل في اليمن للقوة المستهترة بتشكيلاتها المستولدة من رحم الأنظمة المستبدة الفاسدة وجذورها الفكرية المتطرفة والتصادمية. لن يظل مستقبل هذا الشعب مصلوبا فوق سارية الانتظار لما يكرره هذا النوع من القوى بخبلها الذي يعاد إنتاجه بدورات العنف والحماقة، أشدها خبلا واستهتارا تلك التي استحلت دم هذا الشعب تحت راية الولاية المخضبة بالدم والمخصبة بفكر لاهوتي يحلق فوق التاريخ والمنقعة في تراث جاهلية مفرط في المغامرة وعلى الضد من خيارات وحاجات المجتمع، لا لشيء إلا لأن هناك من يريد أن يتسلط ويحكم بأي ثمن كان. كل القوى التي تعتقد أنها تحمل تفويضا لاهوتيا خاصا بقهر هذا الشعب لحكمه والتسلط عليه لابد أن تعرف أن حبل الكذب قصير، وأن خيار الشعب في حكم نفسه لن تهزمه أي قوة مهما جأر صوتها بالحق الإلهي في الحكم ومهما أغرقت المجتمع في الدم. دورات الحكم بالغلبة والتغلب التي تتناوبها هذا النوع من القوة بجذورها الفكرية الصدامية المختلفة يجب أن تنتهي وإلى غير رجعة، فخيارات الشعوب وإرادتها تتفوق بدون أدنى شك على كل هذه الدعاوى الحمقاء، لأن هذه الاختيارات الحرة هي التي تحمل معها الاستقرار والأمن والسلام ولا سواها. يتحدث موقع المشاهد نت في تقرير نشره في صفحته الرئيسية عن أسعار طيران اليمنية المرتفعة
وسمسرت الحجوزات فيها، ويقول ماهر الشعب اضطر للسفر من تعز إلى عدن من أجل قطع تذاكر سفر من مكتب طيران اليمنية في عدن استعدادا لسفره خارج البلاد كمرافق لأحد أقربائه المرضى، وذلك بسبب عدم وجود فرع لشركة طيران اليمنية في تعز التي تعد أكبر المحافظات اليمنية سكانا، وإليها ينتمي أكثر المسافرين إلى خارج اليمن من مرضى وطلاب ومغتربين. يقول الموقع أيضا بأن السفر بات أمرا معقدا نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار شركة طيران اليمنية واستغلالها لعدم وجود شركات منافسة في فرض الأسعار المضاعفة، بالإضافة إلى قلة الرحلات وكثرة المسافرين، كما أن هناك تلاعبا بالمواعيد وتدخلات من قبل موظفي الشركة الذين يتعاملون وفقا لمبدأ الوساطة. مصدر مسؤول في شركة طيران اليمنية تحدث للمشاهد وطلب عدم الكشف عن هويته، فإن الشركة باتت تملك 4 طائرات فقط، إحداها متوقفة في مطار عدن منذ أكثر من عام، وبالتالي تقلص عدد الرحلات والتي باتت محدودة، وهذا يجعل الشركة عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين وتجاه توفير احتياجات الرحلات، ولذا كان هناك توجه لتقليص عدد المكاتب بما يحد من الصرفيات. عن الانتهاكات المستمرة للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، يقول موقع الموقع بوست إن 7 مدنيين سقطوا في غارة شنها التحالف على منزل بمنطقة حوران بالبيضاء. قال أفادت مصادر للموقع بوست إن طيران التحالف قصف منزلا لمواطن يدعى نادي محمد عبد الله، ما أسفر عن مقتل 7 بينهم أطفال ونساء. يضيف الموقع تسببت غارات التحالف بسقوط العشرات من المدنيين اليمنيين بين قتلى وجرحى، أبشعها غارة استهدفت حافلة أطفال في صعد الشهر الماضي وأدت لإدانة محلية ودولية واسعة. مايكل ناتيس زميل في برنامج الزمالة ليفر في معهد واشنطن ومقره في بوسطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج، كتب في موقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى عن إنهاء حرب اليمن دون التسبب بظهور حزب الله جنوبي، وقال طالما ردد الحوثيون في أي حدث ضخم على مدى 15 عاما الشعار التالي: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وفي الواقع أن نظرتهم المناهضة لأمريكا والمعادية لكل من الغرب وإسرائيل تتسق إلى حد كبير مع الأطراف الأخرى في محور المقاومة كإيران وحزب الله اللبناني والميليشيات التي تدعمها إيران في العراق. ويعني كل هذا أن الحرب يجب أن تنتهي، لكن لا ينبغي أن تنتهي مع ظهور حزب الله جنوبي على البحر الأحمر مماثل لحزب الله الشمالي على البحر المتوسط. وبالطبع يجب على الولايات المتحدة بذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب، وفي غضون ذلك إرغام شركاء التحالف الخليجي على الالتزام بالقتال النظيف. ينبغي على الولايات المتحدة أن تلتزم بتقديم الدعم غير المحدود للاعتراض البحري لشحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، على غرار الأسلحة التي اعترضتها المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية في 28 من آب أغسطس، وإذ تمكنت الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا من العودة إلى الماضي ومنع حزب الله من أن يصبح مركز نفوذ، فعلت ذلك بلمحة عين، وهذه هي الفرصة الخاطفة التي لا تزال متاحة في اليمن. قامت قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات في العاصمة المؤقتة عدن، كما ذكر موقع الحرف 28 بمصادرة صحيفة أخبار اليوم، والاعتداء على السائقي وسائل النقل التي تقوم بنقل نسخ الصحيفة. قالت نقابة الصحفيين اليمنيين أنها تلقت بلاغا من مؤسسة شموع للصحافة والإعلام تفيد بقيام قوة الحزام الأمني في عدن ومحيطها بمصادرة الكميات المخصصة للتوزيع من صحيفة أخبار اليوم في محافظة عدن لحج تعز الضالع في نقطة العلم، وفرض غرامات مالية على أي وسيلة نقل تقوم بنقل صحيفة أخبار اليوم من مارب إلى عدن والمحافظات الجنوبية. النقابة دانت هذه الانتهاكات والتصرفات المعادية لحرية الرأي والتعبير محملة قوة الحزام الأمني كافة المسؤولية. مؤسسة الشموع حملت في بيان لها الجهة التي تقف وراء هذه الاعتداءات وكذلك الحكومة الشرعية التي قالت أنها لم تقم بواجبها في حماية وسائل الإعلام المسؤولية، وناشدت جميع زملاء المهنة في الداخل اليمني وفي العالم بالوقوف الصارم مع المؤسسة
والتنديد وإدانة ما تتعرض له من انتهاكات مستمرة. باب المندب، الجغرافيا والاستراتيجيات، هذا هو عنوان مقال للكاتب عبد الوهاب القصاب والذي نشره في صحيفة العرب الجديد شارحا فيه أهمية باب المندب بالقول. أخذت هذه التسمية وفق الروايات الأسطورية العربية من النياح الذي كانت تكوم به نساء البحارة اليمنيين المفقودين العابرين من اليمن وإليه، ومن هنا أخذ المضيق تسمية مضيق الدموع أيضا. مضيق باب المندب يحتل المرتبة الرابعة بعد مضايق هرمز وملقا وقناة السويس، وبما نسبته 4.8% من إجمالي تجارة البترول الدولية لعام 2016، ويمثل مضيق هرمز المرتبة الأولى بحصة نسبتها 18%، كما أن هناك علاقة متبادلة بين مضيقي هرمز وباب المندب من ناحية اتجاه خطوط النقل البحري للإمدادات النفطية العابرة من منطقة التصدير الأساسية في الخليج العربي وإلى أوروبا خصوصا. وكان المضيق وما زال من أهم الممرات البحرية الحاكمة على سابلة التجارة البحرية بين الشرق والغرب، وقد توارثت السيطرة على الملاحة فيه الإمبراطوريات الملاحية التاريخية التي ما زال بعضها موجودا في المضيق، كما الحال مع البحرية الفرنسية في ميناء جيبوتي وبريطانيا التي وجدت في ميناء عدن حتى عشية الانسحاب البريطاني مما سمي شرق السويس. وكان الأمريكيون يوجدون فعليا في أرخبيل دهلك إبان الحرب العالمية الثانية، ثم عادوا بقوة من خلال قيادة تشكيل أفريقيا الاستراتيجية الأمريكية، وتتمثل إيران بحضور مميز في أرخبيل دهلك، ولدولة الإمارات تسهيلات بحرية في ميناء عصب، وتعد تركيا آخر الحاضرين في مسرح عمليات البحر الأحمر ومقترباته من خلال حصولها على تسهيلات بحرية ولوجستية في جزيرة سواكن مقر الوالي العثماني سابقا لولاية حبش. أما إسرائيل فلم تغب عينها يوما عن المضيق وأهميته. يمني السعودية، إجراءات حكومية طاردة رغم تأييدهم الشرعية، هذا ما اختارته صحيفة العرب الجديد عنوانا لها، وقالت في التفاصيل بأن التضييق على اليمنيين في السعودية لا يقتصر على مجال من المجالات، فبعد منع أطفالهم من التعليم ارتفعت رسوم الإقامة ودفعوا خارج وظائفهم ما اضطرهم للعودة. تراجعت السعودية عن التزامها الأخلاقي باستيعاب التلاميذ اليمنيين الذين نزحوا مع أسرهم إليها نتيجة الحرب، إذ أصدرت سلطاتها قرارا عام 2015 بقبول جميع التلاميذ اليمنيين الذين يحملون تأشيرة الزيارة، لكنها تراجعت عن القرار. ولم تنجح الحملة الإلكترونية التي أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار من حقي أن أتعلم في ثني الحكومة السعودية عن قرارها بمنع اليمنيين الذين يحملون هويات زائر أو حكومية من تعليم أبنائهم في مدارس المملكة، بينما تمثل عودتهم إلى اليمن مخاطرة كبيرة باعتبارهم دخلوا إلى السعودية لأسباب سياسية وليست اقتصادية. سعيد حامد يمني عاد لموطنه يلخص وضع المغتربين اليمنيين من خلال تجربته بالذات، فيقول: قبل 7 سنوات بعت البصل الذي أملكه في اليمن ليتمكن من السفر إلى السعودية، واليوم رجعت إلى اليمن واشتريت باصا آخر وعدت إلى عملي القديم. 7 سنوات مثلت مشوارا ضائعا بين باصين. إلى جولتنا الخاصة بترجمة بلقيس للصحف الفرنسية الصادرة اليوم والتي تتابع تطورات اليمن، حيث نطالع في صحيفة لوموند الفرنسية: اليمن معارك جديدة وغارات جوية في الحديدة. قالت الصحيفة: اندلعت معارك جديدة في مدينة الحديدة، قتل فيها ما لا يقل عن 32 متمردا، واستهدفت واحدة من الغارات الجوية التي شنها التحالف محطة إذاعية محلية يسيطر عليها المتمردون، وقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص في هذا الهجوم. تضيف الصحيفة بأن العنف الجديد تزامن مع وصول مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى العاصمة صنعاء، وذلك للتحضير لمحادثات جديدة مع المتمردين يوم الخميس في مسقط، فيما يخطط المبعوث لبدء محادثاته مع زعماء الحوثيين في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها. رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل كتب مقالا عنوانه بقمة جدة، الازدهار حارس الاستقرار، نشره في صحيفة الشرق الأوسط وقال فيه:
إنها هدية من الجغرافيا أن تكون بلادك ذات موقع استراتيجي يؤثر في حركة التجارة وفي حسابات الأمن أيضاً، لكن الأمر يتعلق في النهاية بطريقة إدارة هذه الهدية واستثمارها، ثم أن الموقع الاستراتيجي نفسه يتحول من نعمة إلى نقمة إذا غابت السياسات العاقلة التي تحصن البلد المعني المدرج على لائحة شهيات القوى الكبرى والقوى الإقليمية. وفي عالم العسكريين السابق كانت الدول الصغيرة تتقاضى ثمن إقامتها في هذا الجانب أو ذاك، وتتقاضى أحياناً ثمناً مرتفعاً لمغادرة معسكر إلى آخر. الموقع الاستراتيجي للقرن الأفريقي جعله بنداً ثابتاً في استراتيجيات الدول الكبرى واهتمامات دول المنطقة. دول القرن تطل على المحيط الهندي وتتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر حيث مضيق باب المندب، وهذا يعني أن المنطقة حيوية لإمدادات الطاقة وحركة التجارة علاوة على حسابات الأمن ورحلات الأساطيل. وموانئ البحر الأحمر حيوية أيضاً لاقتصادات دول الخليج العربية وأمنها القومي، ثم أن دول القرن تتحكم أيضاً في منابع النيل، ما يعني استقرار مصر واقتصادها وأمنها. قمة جدة الأثيوبية الأريترية نجاح كبير في حسابات الدبلوماسية والاقتصاد والأمن، وخطوة مهمة في العمل من أجل الاستقرار في عالم عاصف. من التطمينات بشأن سد النهضة إلى فتح الحدود مع أريتريا، يطل رئيس الوزراء الأثيوبي لاعباً جديداً وبارزاً في معارك المستقبل لا معارك الماضي. سيسجل لأبي أحمد وأفورقي أنهما غلبا منطق الازدهار على منطق الانتصار. أدرك أفورقي أن الانتصار على الفقر والبطالة والتخلف التكنولوجي أهم من الانتصار على أثيوبيا، ومنذ البداية اعتبر أبي أحمد أن الازدهار حارس الاستقرار في الداخل والخارج معاً. ماذا لو كانت نغمة موسيقية واحدة يمكنها أن تصنع الفارق بين الحياة أو الموت؟ تساؤل طرحته صحيفة الشرق الأوسط وأجابت بالقول إن باحثا بولاية كاليفورنيا الأمريكية ابتكر جهاز استشعار جديد تعتمد فكرته على آلة موسيقية من أصول أفريقية يعود تاريخها إلى 3000 عام، يمكن استخدامها للتعرف على المواد الكيماوية من خلال تحديد كثافتها بما في ذلك الكيماويات السامة التي قد تدخل خطأ في صناعة بعض أنواع الأدوية. ومن الممكن صناعة جهاز الاستشعار الموسيقي من مواد بسيطة ومتاحة تمكن الصيادلة والمستهلكين في الدول النامية من حماية أنفسهم من الأدوية المزيفة. يستطيع الجهاز الجديد الذي صممه الباحث ويليام غروفر بجامعة كاليفورنيا ريفرسايد الأمريكية تحديد كثافة أي سائل بدقة، وعند مقارنة كثافة أي مادة كيماوية مثيرة للشكوك بكثافة المادة الدوائية المعروفة، يستطيع المستخدم تحديد ما إذا كانت المادتان متطابقتان أو لا. وأفاد الموقع الإلكتروني phys.org المتخصص في الأبحاث العلمية بأن فريق الدراسة اختبر 6 أدوية مختلفة تستخدم لعلاج نزلات البرد، وتبين أن جميع الأدوية تصدر الأصوات نفسها عند وضعها داخل الآلة الموسيقية، وهو ما يثبت أنها مصنوعة من مواد كيماوية صحيحة ومتطابقة. بينما تعج المدارس بأصوات الأطفال في مختلف أرجاء العالم، كما يقول موقع الجزيرة نت، يسود الصمت ردهات إحدى المدارس في قرية صربية صغيرة إذ لا تدرس فيها سوى تلميذة واحدة. ومع إعادة افتتاح مدرسة قرية دوكات التابعة لبلدة غادزينهان جنوب شرقي صربيا بعد 7 أعوام من إغلاقها لانعدام الطلاب، أضحت الطفلة نيكولينا نيكوليغ التلميذة الوحيدة في المدرسة. وتوفر مدرسة القرية التي تتبع مدرسة فيكتو وسيفتا في البلدة إمكانية التعليم حتى الصف الرابع ودق جرسها هذا العام من أجل التلميذة نيكولينا البالغة من العمر 7 أعوام. وقالت معلمتها للأناضول أنها تعمل ما بوسعها لكي لا تشعر تلميذتها بالوحدة، وتوقعت المعلمة أن تستقطب المدرسة 4 تلاميذ جدد خلال العام المقبل. جولتنا المصورة اليوم ستكون عن أزمات عاشتها بعض مناطق العالم وأخرى تحمل صورا متنوعة للحظات تتسم بالجمال التقطتها عدسات مصوري صحيفة الديلي تيليغراف. نتابع.
تقول الريشة وتتحدث الألوان، وعلى هذا الأساس يبدع رسامو الكاريكاتير في لوحاتهم ويتحدثون عبر الريشة الخفيفة على من يخافونها. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها اليوم. هذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.